leads to changes in refractive power. الانتيريور سيرفيس بتاعها الكيرفتشر بتاعته اوريدي كيرفتشر 10 مللي، بينما البوستيريور سيرفيس بتاعنا ايه 6 مليمتر. ده معناه ان البوستيريور سيرفيس از مور ايه ستيبر، از مور ستيبر، ده بيبقى مور فلاتر، ده مور ستيبر. تمام، مع ان زي ما قلنا بقى ايه لما هيحصل اكوموديشن لازم نطلع فين ناحيه الانتيريور تشامبر، لان الفيتريس ورا مش هيسمح بالاكستنشن ده انه يحصل. الريفراكتيف اندكس بتاع منطقه النيوكليوس بيبقى 1.4، يعني في ناس تقول لك 1.42، ده 1.38 في الكورتكس بتاعنا. اكوموديشن از ذا تشينجينج اوف ذا دايبتريك باور اوف ذا اي، او ذا ابيليتي اوف ذا اي تو تشينج اتس دايبتريك باور. So that the image object between far and near points of vision are focused on the retina. طب احنا عارفين احنا عندنا حاجه اسمها far point of distinct vision، اللي هي ابعد نقطه عن عندنا بنشوف فيها صوره واضحه، اللي هي بيجي منها parallel rays، اللي هي المفروض تبقى على مسافه ايه 6 متر او اكتر، اكتر من 6 متر ده بيجي منها parallel rays. احنا اي مصدر ضوئي بيدينا divergent rays على مسافه 6 متر، نقدر نعتبر ان divergent rays دي ممكن تاخد شكل الايه البارال ريز، وبالتالي ابعد من 6 متر زي ما احنا عايزين. الفار بوينت والنير بوينت المسافه بينهم دي بنقدر نعمل فيها اكوموديشن. النير بوينت اللي هي اقرب نقطه اللي هي الماكسيمم باور، يعني خلي بالنا لما تبص فار فيجن ده المفروض ان احنا من غير باور. تعريف الفار فيجن انك ويز اكوموديشن ات ريست. لما تبص نير فيجن ده معناه انك مشغل اكوموديشن ات ايه؟ ات ماكسيمم. تمام؟ اهو الاكوموديشن بيبقى ريلاكسد ان ديستنت فيجن. Accommodation start to develop at the age of 2 months. The underline دي أو الهايلايتس دي دي مهمة. تمام؟ And is well developed by the 8th month of life. The far point عندنا أو punctum remotum اللي النقطة البعيدة دي أبعد نقطة عن عندنا بنشوف فيها صورة واضحة. تمام؟ الآي at rest يعني المفروض مفيش accommodation، ودي بتبقى الآي في أقل باور فيها اللي هي بيسموها minimal refractivity. الفار بوينت في حالات الايميتروبيا زي ما احنا شايفين البارالل ريز الفار بوينت بتاعتهم بتبقى في الانفينيتي، في الايميتروبس الفار بوينت بتاعتهم بتبقى في الانفينيتي. طيب المايوبس بقى لان عينهم قويه او عينهم كبيره، عايز العدسات قويه او العين كبرت لورا، فالفار بوينت بتبقى نقطه حقيقيه ان فرونت اوف ذا كورنيا على مسافه اكيد اقل من 6 متر. ليه؟ لان في المايوبيا البارالل ريز بتقع ان فرونت اوف زرتنا، فالريز اللي تقع على الريتنا لازم تكون دايفرجنت. احنا اتفقنا ان اي مصدر ضوئي بيدينا دايفرجنت ريز بس على مسافه اقل من 6 متر. عشان كده الفار بوينت بتاعت المايوب بتبقى نقطه حقيقيه ريال بوينت ان فرونت اوف ذا كورنيا على ديستانس اقل من 6 متر. دي بيجي منها دايفرجنت ريز. طيب نيجي لاخونا بقى الهايبر متروب. الهايبر متروب اصلا البارالل ريز لو هو ما عملش اكوموديشن هو عينه صغيره او عينه ضعيفه، فالبارالل ريز بتقع فين؟ بيهايند ذا ريتنا. تمام؟ بيهايند ذا ريتنا. طيب ما دام البارالل ريز هتقع بيهايند ذا ريتنا يبقى الدايفرجنت ريز هتقع ورا الريتنا قوي، يبقى لا دي تنفع ولا دي تنفع. امال ايه اللي ينفع؟ ينفع ان احنا نجيب كونفرجنت ريز، تمام؟ بمساعده الباور بتاعت العين شروطها تتجمع على الريتنا. بس احنا ما عندناش مصدر ضوء حقيقي بيدي كونفرجنت ريز. احنا قلنا مصدر الضوء هيدي نوعين، يا اما دايفرجنس هو الطبيعي انه يدي دايفرجن، بس احنا على مسافه 6 متر اقدر اعتبر ان الدايفرجن دي بقت ايه بارالل، فهو يا دايفرجنت يا بارالل، انما ما بديش بارالل من الاول. خلي بالكم من القصه دي. اي مصدر ضوء زي ما كنا بنرسم الشمعه زمان واحنا صغيرين او بنرسم الشمس، مش كنا نطلع منها ريز في كل الاتجاهات قال يعني مولعه كده صح؟ فهو ده this is true it is divergent rays. يبقى اي مصدر ضوء حقيقي بيدي divergent rays على 6 متر نعتبر ان divergent rays ممكن شعاعين منهم يبقوا ايه parallel. نأكسبت دي تمام. انما هنا convergent rays دي لازم تعمل سيستم عدسات عشان يجيبها لك convergent rays. فconvergent rays دي احنا متخيلينها virtual. لما نيجي بقى نمدها كده بطولها، يعني شيل العين بقى من وش الرسمه دي والشعاع ده والشعاع ده، واقول لك مدهم بطولهم هيتجمعوا في نقطه هنا. النقطة دي ايه؟ تخيلية، عشان ما حدش يزعل، عشان ما حدش يقول لي إيه؟ ازاي الفار بوينت بتاعت الهايبر متروب في قفاه؟ لا هي مش في قفاه، هي مش حقيقية أصلا، هو ما عندوش، عارف معنى الكلام ده إيه؟ إنه ما عندوش نقطة حقيقية بيشوف فيها صورة واضحة قدام عينه، وإن أكوموديشن إز أت إيه؟ أت ريست. أه صحيح هو بيشوف وعامل لك بطل عالم في الشوفان، بس ده باستخدام إيه؟ الأكوموديشن. إنما لو طبق عيارية إن الأكوموديشن أت ريست
ودي انا اقول لك حاجه انت بتشوفها من غير ما تاخد بالك في العياده ازاي. هات المايوب وحط له قطره ايه توسيع ويخش لك تاني يقول له اه زغللت، يقول لك ها مش هتفرق انا مزغلل اصلا انا طول عمري مزغلل. تمام. شوف بقى الهايبر متروب لما تحط له قطره التوسيع يا خبر اسود يخش عنده حاله نفسيه، لا 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 يا كده انا مش شايف ايدي يا خبر اسود ده انا دايخ الحقوني سندوني، ويعمل لك حركات كده في العياده. ليه؟ لان بقى ده هو خلي بالك انت البليرنج ساعات يعمل عدم اتزان، يعني لو انت مش فوكس ساعات، لان احنا بنتزم بتلات حاجات زي ما انتوا عارفين، بروسبشن خدت بالك، وبالفيجن والودان، احنا التلاته مع بعض بنتزم بيهم. فلو انت الفيجن كان ديستربت قوي قد تحس انك انت مش ايه مش متزن، فهو ساعات يقول لك يا دكتور انا دايخ القطره بتاعتك دي بتعمل ايه، ده انا قلبي هيهبط، ده انا قلبي مش هيهبط ولا حاجه، هو مزغلل. لان ده دي معنى الكلمه دي بقى ليه؟ لان انت حطيته في وضعيه اكوموديشن ات ايه؟ ات ريسك، فبان على حقيقته ان ما عندوش نقطه حقيقيه قدام عينه. عشان كده الفار بوينت بتاعته زي ما بقول لك هي اصلا اصل الكلام ان هي ايه؟ فيرتشو. عشان ما حدش يقول لي في حاجه في قفايا بشوفها واضحه، مفيش حاجه في قفايا بشوفها. لا دي حاجه فيرتشوال احنا مخترعينها. دي اول كلمه. عشان كده الفار بوينت بتاعت الاميتروب في الانفينيتي، الفار بوينت بتاعت المايوب نقطه حقيقيه ان فرونت اوف ذا اي على مسافه اقل من 6 متر، الفار بوينت بتاعت الهايبر متروب نقطه تخيليه فيرتشوال بوينت بيهايند ذا ريتنا. دي الفار بوينت بتاعتهم. طب معنى كلمه نير بوينت يعني ايه؟ يعني اديله حاجه في ايده كده واقول له بص فيها لغايه ما تبقى بلير. تمام. عند اخر نقطه دي اسمها البانكتم بروكسيمم، قريبه. الثانيه ريموت، ريموت زي ريموت كنترول اللي تحكم عن بعد، ريموت كنترول يعني تحكم عن بعد بعيده، بانكتم ريموتم، انما دي بانكتم بروكسيمم. دي النير بوينت اوف كلير فيجن. الاي فولي اكوموديتد عملت اقصى حاجه، والباور بتاعت الاي تبقى في الماكسيمم ايه ريفركتيفيتي بتاعتها، يبقى دي الفار بوينت والنير بوينت. طيب يعني ايه كلمه بقى رينج اوف اكوموديشن؟ رينج، بص لو دي الفار بوينت ودي النير بوينت، المسافه على الارض مترك، مسطره على الارض مترك، المسافه على الارض ما بين الفار بوينت والنير بوينت على الارض بالمتر. تمام. هي دي اللي بنسميها الرينج اوف اكوموديشن. يعني بالبلدي ايه؟ يعني بالبلدي المسافه دي هي اللي انت بتبقى شايف فيها الصوره واضحه وبتعمل اوتو فوكس لوحدك اوتوماتيك على طول. تمام. المسافه دي كلها انت شايف الصوره واضحه وبتعمل فيها اوتو فوكس. تمام. طبعا لما تشوف انت اخونا الهايبر متروب ده جاي منين؟ ده الام متروب ولا ايه اللي هو الشخص الطبيعي ده؟ شايف من اول الانفينيتي لغايه مثلا 10 15 سم من الهواء، فاهم ازاي؟ شوف بقى عنده رينج قد ايه اوتو فوكس. شوف ربنا سبحانه وتعالى رينج فظيع اوتو فوكس فيه. تمام. المايوب غلبان لان هو اصلا بادي القصه بفار بوينت قريبه، فيعني مثلا هو من 50 سم هيشوف لغايه 15 سم، يعني كل الايه الاكوموديشن رينج بتاعه فين؟ في 35 سم. خد بالك اللي هم الصغيرين اللي قدامه دول. تمام. الهايبر متروب اصلا القصه باديه معاه نيجاتيف، يعني لان هو اصلا الفار بوينت بتاعته فين؟ ده بيهايد وفيرتشوال، ما عندوش اصلا فار بوينت قدام عينه، خدت بالك ازاي؟ فهو بالتالي ده بيبقى نيجاتيف تيرم في الهايبر متروب. فاحنا عندنا الرينج اوف اكوموديشن هو الديستنس متريك بتوين ذا فار بوينت اند ذا نير بوينت، المسافه على الارض المتريه، خدت بالك؟ بين الفار بوينت والنير بوينت ذيس از ذا رينج اوف اكوموديشن. تمام؟ اهو المسافه دي هي اللي بنسميها الرينج اوف اكوموديشن. طبعا هو بيحسب لك بقى المسافه بين الفار بوينت والنير بوينت. تمام. ويقول لك الرينج اوف اكوموديشن. بص الوضعيات دي صوره، خلي بالك بص الحاجه بعيده فصورتها اتكونت هنا على الريتنا، بس دي اتكونت بدون اكوموديشن، ده الفار فيجن. تمام. المفروض ان انا مش عامل اكوموديشن. طب لو الحاجه هنا قربت، بص الصوره بقت فين؟ بيهايند ذا ريتنا. تمام. هيبتدي يبقى في ايه؟ نير فيجن ويزاوت اكوموديشن. يبقى لو في نير فيجن ويزاوت اكوموديشن انا هيبقى بليرد. عشان يجيب الصوره على الريتنا تاني في المسافه دي لازم بصوا اللينس هنا وبصوا اللينس هنا من فضلك. شوف الفرق بين اللينس هنا واللينس هنا، واضح ان اللينس هنا اخبارها ايه تحت؟ زادت اهي، دخلت قوي. صح؟ هنا بقى الصوره جت فوق، يبقى ده نير فيجن ويز اكوموديشن. تعال نشوف الثيوريز بتاعت الاكوموديشن. هيلمهولتز ريلاكسيشن ثيوري بيقول لك ايه؟ ان اللينس كونسيستد اوف ابيثيليال سيلز ارينجد ان كونسنتريك لايرز ايبل تو سلايد اوفر ايتش اذر. احنا شفنا لسه امبارح اللينس وشفنا الفايبرز كانت عامله زي مخزن خشب ده. تمام. ذا لينس از ايبل تو تشينج اتس شيب سو لونج
its substance is plastic. فاكرين الكلمة دي؟ substance is ايه؟ plastic. والكبسول is elastic. احنا قلنا ايه؟ elastic يعني ليها خاصية الريكويل، وبلاستيك يعني تتشكل بشكل الكونتينر بتاعها. تمام؟ طيب بيقول لك ده كبسول is maintained in lateral tension due to zonular attachment. تملي فيه شد على الكبسول لبره ناحيه اللاترال سايد بزونيولار اتاتشمنت. تمام؟ ده يعمل ايه بقى؟ انت بص لما يكون عندك الليدز كده وتشد عليها في البريفري السايز بتاعها، بص يبقى رفيع لانك بتشد كده، يعني بتشد الاستيك ده لبره، اكيد المسافه بين الاستيكين دول لازم تقرب، صح؟ هو ده اللي بيقول. فبيقول لك هنا انك انت باستمرار عندك لاترال تنشن عشان الزونيولار اتاتشمنت على الكبسول. ليست لينز كونفكستي، العدسه بتبقى رفيعه في الحته دي. الاي اتريست يعني ام ايه؟ ام اكوموديت. ادي البانكتم ريموتوم، دي البانكتم بروكسيمم، وادي البانكتم ريموتوم. فاكرين ان احنا قلنا ايه؟ كلير فيجن وزاوت اكوموديشن، وده الرينج اوف اكوموديشن، وده بور فيجن ويز اكوموديشن. ليه؟ لانك اقل من البانكتم بروكسيمم خلاص مفيش اكوموديشن، صح؟ انت احلى حته بتشوف فيها فين؟ دي، خدت بالك؟ الحته دي اللي هي البانكتم ريموتوم، من البانكتم ريموتوم لغايه البروكسيمم، ده جود فيجن ويز اكوموديشن. طبعا ابعد من البنك تبر موتور انت شايفه زاد اكوموديشن، مفيش مشكله. تمام؟ بص بقى انا عايزك تشوف معايا، بص الرسمه دي كده من فضلك، دي رسمه لللينس خلاص، ودي الزنيول، ودي ايه؟ السيركلر بارت بتاعت المسلز بتاعت السيلياري بودي اللي هي اللينس بتاعتها. يبقى دي بص بتمثل اللينس، وده بيمثل الزنيول، وده بيمثل السيلياري بودي بالمنظر ده. السيلياري مسلز ريلاكسد كده، فالدايره تبقى واسعه، فيحصل لاترال تنشن على ايه؟ على اللينس. بص when the muscle contract الدايره دي بتصغر، يوم يحصل ريلاكسيشن لمين؟ للزنيول. تقوم اللينس، بص اللينس، بص شكل اللينس من فضلك، خليك بص هنا، بص اللينس بتعمل ازاي، وبعدين بص هنا شوف لما بتبقى ريلاكسيشن الدايره بتوسع، لما بتكونتراكت الدايره بتصغر. الدايره لما تصغر لانها سيركولر ماسل، خلي بالك دي عضله حلقيه، سيركولر ماسل. سيركولر ماسل دي بص بقى لما بتكونتراكت الدايره بتصغر، تقوم يحصل ريلاكسيشن لمين؟ للزنيول. يحصل ريلاكسيشن للزنيول، تقوم اللينس الباور بتاعتها ايه؟ تزيد. تمام؟ اهو بص ادي الفار فيجن وادي النير فيجن. بص السيلياري بودي هنا ريلاكسد مشدود ليست كونفكستي، انما بص هنا كونتراكشن في السيلياري ماسل، ريلاكسيشن في الزنيول ماكسيمم كونفكستي. وبص الكونفكستي بتزيد فين؟ قدام. اهو بص الانيميشن، اتفرج عليها بقى في الانيميشن، اديك فهمتها بقى. بص شوف السيلياري ماسل بتشد لجوه، خدت بالك؟ اهي تشد لجوه على اللينس، ومن اللينس بقى بالالاستيستي بتاعتها تزود الحجم بتاعها بالشكل ده. تمام؟ دي اللي هي الريلاكسيشن سيت. بص ادي شكل اللينس بتاعتنا، بيوري لك اللينس لما تكون ان اكوموديتد ولما تكون اكوموديتد. خلي بالك بالقصه دي، بص اهي شوف دي اللينس ان اكوموديتد، ودي الايه؟ الاكوموديتد. بص الاكوموديتد وان هتلاقيها تطلع لفين اكتر؟ هي بتحاول تروح ورا، بس قلنا مين هيشدها ورا؟ ذا فيترس. ثم هي تملت بالج لقدام، يبقى اذا هتوقع الكونفكستي قدام تزيد، صح؟ الترانس اكواتوريال دايمتر بتاع اللينس هيقل، الانتروبوستيريال دايمتر بتاعها هيزيد، الانتيو تشامبر ديبس هيبتدي ايه؟ برضه يقل. خدت بالك ازاي؟ يبقى كل ده انا متوقعه في التشينجز اللي بتحصل في الاي اثناء ايه؟ الاكوموديشن. خلاص اهو بيقول لك ايه بقى. بص تعالى نقرا بقى، contraction of the circular part of the ciliary muscle will release this lateral tension by decreasing the ring or circumlateral space. صح؟ the strong capsule اللي هي الelastic will exert pressure upon the lens fibers. تمام؟ the plastic lens substance will bulge in the direction of least resistance anteriorly. خلي بالك من الكلمه دي، least resistance فين؟ anterior، لان posterior في resistance بايه؟ الفيتريس. اهو بيقول لك، اهو بيرد عليك بيقول لك الفيتريس بريفنت بوستيريور ايه؟ بوستيريور بالج. اهو شوف الاكوموديشن بيعمل ازاي، ده ريلاكسيشن، ادي الاكوموديشن اهو كده، ريلاكسيشن كده، اكوموديشن. خدت بالك؟ شفت الانيميشن تحت ايه باينه؟ طيب بص بقى صوروا السيلياري بودي، بص اثناء الاكوموديشن بالالتراسونيك واي مايكروسكوب، بص صوروه فيديو اهو، شوف السيلياري ماسل بتكونتراكت وتطلع لقدام، خدت بالك؟ بص الحته دي كونتراكت وتطلع لقدام اهي، خدها لك اهي، ودي سناب شوتس اهي، شوف ده ريلاكس، ده الكونتراكتد سيلري بودي.
ده بص ريلاكس كونتراكت ريلاكس كونتراكت تمام اهو بص اهي شوف دي صوره لطيفه قوي. بص شوف السيلياري بروسيسز بتروح ازاي الرينج بتقل ازاي شوف. وبعدين انا عايزك تشوف الصور دي اللي على سطح اللينس مره تبان ومره ايه ما تبانش. ده معناه ليه؟ انك بتغير الكيرفات دي عامله زي المرايه انت بتغير دي خدت بالك ازاي؟ هنشوفها دلوقتي اللي بيسموهم بركنجي ايمجز. بركنجي ايمجز هتغير شكلها دي علامه ان اللينس بتغير شكلها. وبعدين بص الدايره دي شوف اهو كونتراكت. بص السيريا ماسل بتشد لجوه لما بتعمل كونتراكشن لانها سيركلر ايه؟ ماسل تمام؟ سيركلر ماسل. هنا بقى بيقول لك ايه؟ بيحصل انتيريور بالج بيقول عليه انتيريور لينتيكونس. ماكسيمم اديتيف باور بالسيري دي 14 دايوبتر، يعني تقدر تزود عينك كام دايوبتر؟ 14 دايوبتر. With the age اللينس هاردنز تمام؟ وديكريز ذا ابيليتي تو تشينج اتس كيرف ابيليتي ستوب ات ذا ايج اوف 60. بص هنا This is accommodation في الناس الشباب اليونج اللي زي حالاتكم. بص دي الناس الشباب اليونج تمام. بص بقى الناس اللي زي حالاتنا العواجيز بقى بص شوف المصل بتكونتراكت بس اخبط راسك في العيد طز مش مهم. العدسه ما بتستجيبش لانها بقت ايه؟ بقت هارد. خدت بالك بقت هارد. طيب انا هحكي لكم قصه لطيفه قوي حصلت. الناس اللي كانت بتعمل في التسعينات لغايه سنه 2000 العمليه اللي كان اسمها راديال كيراتوتومي. فاكرين راديال كيراتوتومي اللي هو التشريط القرنيه بنشرط الكورنيا بالسكينه الالماس دي. كان في بقى الفرق اللي يعني كانوا في اثنين كاتس. كان في واحده اللي هي الامريكان كات والراشن كات. خدت بالك؟ الامريكان بياخد السهله بيروح جاي من النص وطالع ايه للبريفر. الراشن لازم يعمل عكس وده يقول لك ميزه وده يقول لك ميزه وده الثاني هو اللي يروح طالع من جوه لغايه ايه؟ النص. كان يشرط من جوه لغايه النص. واحد تاني كان يشرط من النص لغايه ايه؟ لغايه بره. فطبعا ما حدش بيمشي ورا الروس ما حدش بيسمع كلامهم. ما كانوا نفعوا نفسهم مش كده؟ يقول لك كانوا نفعوا نفسهم انا نمشي ورا الامريكان هم الرايجه بقى الامريكان دول نمشي ورا الامريكان. الامريكان كانوا يجوا ايه بالسكينه من النص يعني يسيب الاوبتيكال زون ويجي من حرف الاوبتيكال زون وينزل لتحت هو معلمها الدايره دي يجي من عندها ويروح نازل لتحت. ففي دكاتره ساعات كانت ايدهم تتزفلط على منطقه الليمبس ايدهم تتزحلق تعدي منطقه ايه؟ الليمبس تمام؟ جيب شاب بلاد كده وبتاع وبعدين فوجئوا ان الناس دي اتحسنت عندهم قوي القرايه يعني غير ان هو حسن لهم الفار فيجن بريدك كيراتوتومي حسنت لهم كمان ايه موضوع القرايه. فابتدى الراجل اللي اسمه شاكار يفكر في القصه دي قال لك اشمعنى العالم دي رجعت عندهم القراية. مش انتوا كنتوا بتدعوا ان اللينس بقت هارد؟ لا اللينس ما بقتش هارد. ده البريسكو بيقول لك حصلت ليه. اللينس لما كبرت مش احنا قلنا اللينس از اونلي ستراكشر انسايد ذا اي ذات كونتينيو تو جرو اوفر ذا لايف صح؟ بيقول لك ايه اللينس لما كبرت لزقت قوي في السيلري بودي فبقى السيلري بودي مش عارف يتحرك. يعني اديك اكزامبل انت عارف بتوع البوكس بيشوفوا ماتشات الملاكمه لما ملاكم تلاقيه تعبان كل شويه يروح ايه حاضن اللي قدامه ما هو هيحضني هضربه ازاي؟ كده دي ضربات مؤثره ها؟ يوم التاني ايه يبعدوا عشان ايه؟ يديله الضربه المؤثره صح؟ لازم يبعدوا انما لما يقرب منه يقعد تلاقيهم عمالين يعملوا كده هبل كده ما بتتحسبش دي مفيش نقط خدت بالك؟ فهو كده السيلري بودي عمال يكونتراكت بس المسافه ايه؟ سؤال لما انت قطعت الرينج بتاعت السكريره دي الايه؟ الدنيا وسعت خدت بالك ازاي؟ الدنيا وسعت فلما الدنيا وسعت السيلري مصر رجع ايه؟ اشتغل تاني خدت بالك ازاي؟ فابتدى يفكر في الثيوري بتاعته دي. حتى دلوقتي وان اوف ذا سيرجيكال تريتمنت اوف بريسبايوبيا انك تعمل ايه؟ راديال سكليروتوميز. سكليروتوميز بقى شوف احنا داخلين على على طول على الليمبس هنشرط الليمبس تمام؟ راديال سكليروتوميز وقال لك حتى عشان ما تقفلش بيحطوا فيها بروسيسز كده صغيره بيدفن فيها بروسيسز عشان ما تقفلش كويس في الحته دي تمام؟ العمليه بتاعت شاكار اللي هي بتاعت الايه؟ راديال سكليروتوميز دي وبتتعمل حتى بالليزر دلوقتي في ليزر دلوقتي مخصوص ليها بيعمل. بص اهي نظريه شاكار او شاكار ثيوري بتاعت الاكوموديشن اللي هي الفلاتنينج في البروسيس سيرفيس. اقول لك بقى القصه دي ايه؟ بيقول لك ان هنا بقى القصه انك انت بتعمل سكويزنج على حروف اللينس يوم السنتر يبلش. انت لما تشد بره لان شاكار بيقول لك انا لما طلعت لبره كده وخدت سيلر بره معايا بودي معايا بقى يشد اكتر على حروف ايه؟ اللينس. فلما يشد اكتر على حروف اللينس
يعمل سكويزنج مثل عارف. انا اقول لك بالظبط عارفين حاجه في حاجه اسمها الجرانيتا، ليكوا في الجرانيتا ولا ماركوش فيها؟ بتاع كيس كده بيبقى فيه عصير ويتحط في الفريزر ينشف يجمد تمام، والعيال تلاقيها ماسكه كده عماله تفعصه عشان تطلع في بقها، تفعص كيس من تحت الايه طالع بقها من فوق. هو ده انت بتفعص من هنا تقول ايه الكونتنت تروح في الاتجاه اللي عكسه. فانت بص لما تعمل سكويزنج على حروف اللينس يعني سي سي ذس از لينس، اف اي سكويز هنا في البريفري السنتر هي ايه هيبلج. دي النظريه بتاعته عكس نظريه الخواجه هيلموتس الثانيه تمام. خلي بالك يعني هيلموتس دي عاشت سنين وسنين كنا امين على طول، اما يقولوا هيلموتس خلاص متفقين اه سيلري ماسل وكونتراكت وبتاع مش عارف ايه. بص اوريك نظريه شاكارا اهي، بص بقى يا شباب نظريه شاكارا اهي اهي، شوف بيقول لك بقى بالعكس ده انت لما بتطلع لبره تشد على الحروف اللينس تقوم تعمل فيها ايه هنا تنشن هنا تقوم تعمل بلجنج في النص. خدت بالك دي النظريه بتاعت شاكارا؟ لا خدت بالك اللي هي التشيرنينج تنشن ثيوري دي بيقول لك انكريزنج ذا تنشن اوف ذا زونيول انستيد اوف ريلاكسنج ات، بالعكس بقى ذس بول ذا زونيول باي ذا سيلري ماسل. بص اهي بيقول لك انكريز ذا تنشن اون ذا كبسول كومبريس ذا لينس اجينست ذا فيتريس والانتيريور بول يبلج. يعني انت كمان بت ايه لما بتشد كده انت كمان بتزق على الفيتريس ورا تروح بلجنج لقدام ايه اكتر. والله بصوا دول في الاخر وفي الاول ايه عشان ما حدش ثيوري عايز توافق نظريه وجهه نظر. طيب بص بقى في واحد قال لك ايه لا احنا نرضي جميع الاطراف بقى، واحد قال لك الكونتراكشن يعمل والتاني قال لك الريلاكسيشن يعمل، فجي هندرسون قال لك احنا نعمل دول نيرف كنترول ان الباراسمباثيك بيخلينا نعمل اكوموديشن فور نير وان عشان ارجع من نير للفار لازم اشغل السمباثيك. فقال لك دي اسمها حاجه اسمها دول ايه انرفيشن. ليه بص الباراسمباثيك قال لك ده بيعمل فوكسنج فور نير. طب انا خلصت النير عايز ارجع ابص على التلفزيون، خلصت المذاكره عايز ابص على التلفزيون، يبقى شغل مين سمباثيك عشان يعمل عكس الباراسمباثيك. فهو اتكلم كده بالنظريه دي خدت بالك ان الباراسمباثيك فوكسنج فور نير وعشان كده السيرد نيرف باراليسيس كوز اكوموديشن اوف سيلير ماسلز كونتراكشن اوف سيلير ماسلز. سيرد نيرف ستيميليشن يعني يعمل يعمل اكوموديشن كونتراكشن في سيلير ماسلز، لو حصل فيه باراليسيس مفيش اكوموديشن. سمباثيك بيقول لك ايه فوكسنج فور ديستنت فيجن. انتوا فاكرين كان في كلمه كده فورنر سندروم قلناها انكريز الامبليتيود اوف اكوموديشن، وفاكرين حتى ساعتها قلت لك هيبقى يوني فورس انكريز امبليتيود اوف اكوموديشن. ليه؟ لان بقت الباراسمباثيك هنا يوني ايه يوني فورس ايه الوحيده اللي شغاله، فالامبليتيود اوف اكوموديشن يعني تمام. بيقول لك سمباثيك كوز كونتراكشن اوف ميريدونال فايبرز اوف سيلري ماسل ويتش هاف ان انتاجونست اكشن تو ذا سيركولار اي فايبرز.